السلام عليكم، مساء الخير. معاكم محمد خالد، هكمل لكم شرح المولكيولار اوبريتنج انفايرمنت. والنهارده هنتكلم ازاي نعمل كريشن لداتابيس باستخدام ال MOE. احنا هيكون معانا 8 مولكيولز زي ما احنا شايفين، الاندوميسسين والميكلوفيناميك اسيد والبيروكسيكام والنامبيوميتون، ومعهم كمان الفلوربيبروفين والدايكلوفيناك والكيتورلاك والدايفلونيزال. تمام، احنا اول حاجة هنعملها ان احنا نتأكد ان احنا رسمنا الاستراكشرز اللي احنا شفناها دي في الكام سكتش وعملنا لهم سيفنج في الدوت مول فورمات. زي ما احنا شايفين، اهم حاجة ان احنا لازم نكون مسيفين الاستراكشرز ديت في الدوت مول فورمات باستخدام الكام سكتش. تمام كده، اول خطوة. طبعا بعد كده بنروح على البروتين داتا بانك، نجيب منها البروتين داتا بانك فورمات لل كو كريستالايزد ليجند مع الانزيم اللي هو هيكون سايكل اوكسجينيز. اول حاجة هنعملها في الام او اي دلوقتي ان احنا هنعمل الداتابيز. بنعمل فايل نيو داتابيز، طبعا بنحدد مكان الداتابيز اللي هنعمل له سيفنج فيها. انا كنت مسيف قبل كده باسم خالد داتابيز، عملنا لها سيفنج. تمام، هي فاضية طبعا عشان ما فيش حاجة لسه عملنا لها اديشن. فاحنا هنجيب المولكيولز اللي احنا كنا مسيفينهم في الفولدر اللي احنا شفناه في الدوت مول فورمات. نعمل فايل open، نجيب المولكيولز زي ما احنا شايفين، نعمل selection من اول الدايكلوفيناك باستخدام الكنترول والماوس في نفس الوقت، ونعمل open. بعدها نفتح الداتابيز، ندوس edit او file اول، دوس edit بعدين new بعدين entry، دوس على المود molecule بعدين دوس اوكي. كده هو عمل selection لل molecules اللي احنا كنا مدخلينها على ال MOE، وبالتالي كده ابتدينا نكون ال database. طيب الفكرة كلها ان احنا لازم نعمل addition لفيلد. الفيلد ده مهم جدا لان هو ده بيتكلم عن الترقيم بتاع المولكيول ستيت. ليه؟ لان اصلا المولكيولز دي وهي محطوطة في الداتابيز هي مش محطوطة بناء يعني ان الرقم ده بيدل عليها، لا هو ده ترتيب عشوائي. يعني ممكن لو فتحنا الداتابيز مرة تانية نلاقي الارقام متلخبطة، فاحنا لازم ندي نيمينج للمولكيولز دي من اول واحد يعني لحد 8، خطوة خطوة زي ما احنا شايفين. نقعد نعدل في الارقام بحيث ان احنا ندي كل structure رقم محدد له. بعد كده نعمل minimize للداتابيز، ندوس close في ال MOE اوكي. نفتح طبعا ال open، نجيب ال enzyme الكو كريستالايزد ليجند. زي ما احنا شايفين الدنيا متكعبلة خالص، لازم ننضف ال enzyme ونعمل preparation له، نعمل deletion للحاجات اللي احنا مش محتاجينها ونشيل السيرفاكتنس كلهم، ونسيب بس الكوكريستالايزد ليجند بتاعنا اللي هو النابروكسين. نعمل اديشن للهيدروجين، نعمل كومبيوتينج للبارشال تشارجز، بعد كده
بنشوف السايت فايندر عشان نعمل اديشن للدامي اتومز. نعمل اديشن للداميز، دوس يس. طبعا بعد ما عملنا اديشن للدامي اتومز لازم نشيل الكو كريستالايزد ليجند، احنا خلاص ما بقيناش محتاجينه يعني في تحديد مكان الريسبتور اللي احنا حددناه خلاص باستخدام الداميز اتومز. نعمل بعد كده احنا كده المفروض معانا الدامي اتومز ومعانا الداتابيز. المفروض هنعمل دوكينج، بس الاول لازم نتأكد ان احنا عاملين سيلكشن للداتابيز بتاعتنا. ندوس all files، نعمل سيلكشن للداتابيز اللي احنا عاملينها. زي ما احنا شايفين الاستراكشر زي كلهم موجودين اللي هنعمل لهم docking. ال receptor و ال receptor atoms اللي هنعدل عليه بس اللي هو ال site. المفروض ال site يبقى ال dummy atoms. ال poses هتبقى 5. البوزز بتبقى الأرقام دي بتبقى given من الدكاترة لما بيطلبوها مننا يعني في عمل الدوكينج، اللي يعني عدد الconfirmations اللي البروجرام هيقعد يجرب عليها يعني. بعدين ندوس run عشان نشوف الدوكينج. فكرة بقى هنا بقى ايه اللي حصل. المفروض في حاجة نسينا نعملها، وهي ان احنا كان المفروض في الداتابيز نعمل نفس اللي عملناه مع الانزيم، اللي هو الاديشن للهيدروجين والبارشال تشارجز والانرجي مينيمايزيشن. كان المفروض هي دي الثلاث حاجات اللي احنا كان المفروض نعملهم في الداتابيز. عشان كده هو اعتبر ان الليجند داتابيز فلات، مش عندها 3D كونفورميشن. وبالتالي احنا هنروح نفتح الداتابيز. نعمل display molecule، ندوس على الهيدروجين. بعدين نعمل compute molecule partial charges، ندوس over write المول yes. بعدين molecule، بعدين energy minimization، ندوس okay. تمام. بعد كده نرجع تاني لل MOE، ندوس doc. سيلكشن للدامي اتومز، سيلكشن للداتابيز احنا عايزينها تعمل docking. طبعا لازم all files عشان كل حاجة تبقى واضحة. بعدين run، زي ما احنا شايفين ال database بتاعتنا موجودة بكل انواع الليجنز الثمانية اللي احنا مختارينهم، وعدد ال poses ده بيبقى على حسب ما هو مطلوب. فاحنا هنجرب 5 على اساس الوقت نختصر فيه يعني. تمام. احنا يعني عشان كنا عاملين قبل كده مولكيولر داتابيز اسمها دوك، فهنعملها اوفررايت مش مشكلة يعني. هو بقى هيقعد شغال بقى يجرب الدوكينج بقى على مدار الوقت ده، يقعد بقى يجرب بقى. ويشوف كل مولكيول من الثمانية الكونفورميشنز اللي يقدر يعملها. احنا زي ما احنا قلنا، احنا قلنا هنعمل 5 لو ماكسيمم يعني. هو زي ما احنا شفنا اهو المولكيول الاولاني اللي عمل له 5 كونفورميشنز. والتاني عمل له برضو 5 بتوعه،
يعني على حسب، يعني هو ده الماكسيمم، يعني في ساعات ممكن بتوصل يعني 4 3، يعني لكن هو الماكسيمم اللي بيقدر يعني يعمله اللي هو الرقم اللي احنا بنكون حددناه. عشان كده كان اختصارا للوقت ان احنا اخترنا يعني رقم قليل، او زي ما احنا شايفين 3 عمل له 4 بس structure forms. كل structure ليها ال energy score بتاعها زي ما احنا شايفين، كل ما ال energy score قل كل ما زادت ال stability، كل ما كان أفضل بالنسبة لي في الاختيار بتاعي. وادي الموليكيول الرابع، هو احنا كده يعتبر خلصنا الشغل اغلبه. يعني بعد كده هيبقى هو نفس الشغل اللي عملناه قبل كده، اللي هو تحديد الليجند انتراكشنز، ان احنا لما هنشيل الدامي اتومز ونعمل سيلكشن لموليكيول اي واحد فيهم، يعني عشان نشوف الليجند انتراكشنز بتاعته. وصلنا للخامس، كده فاضل لنا 3. بعد كده بنشوف الليجند انتراكشن، نعمل سيفنج للورك بنفس الطريقة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت في بداية التعرف على الدوكينج باستخدام الـ MOE. وصلنا للسادس، زي ما احنا شايفين مكتوب 6 of 8 entries finished، وبالتالي فاضل لنا السابع والثامن، هيخلصوا بسرعة ان شاء الله. ونخش على طول على تحديد الليجند interactions. هو كده فاضل بس last entry اللي هي ال entry الثامنة، زي ما احنا شايفين هو بيجرب كل الأشكال والأوضاع المختلفة للستركشر اللي يقدر بيها يعمل فيتنج كويس جدا في الريسبتور سايت. احنا كده خلصنا الدوكينج، زي ما احنا شايفين كل موليكيول من الـ8 له الـ5 confirmations بتوعه اللي احنا كنا قايلين عليهم مختارينهم في البداية في الأول، يعني العدد بتاعهم يعني بالـ energy scores بتاعت كل واحد فيهم.
فاحنا هنختار دلوقتي واحد من المولكيولز ديت عشان نشوف الليجنت انتراكشن بتاعه. زي ما احنا شايفين السكور، يعني زي ما احنا شايفين احنا بندور دايما على الاقل سكور عشان لو عنده اعلى استابيليتي. بس اختصارا للوقت احنا هنشوف المثال اللي قدامنا ده. هنشيل طبعا الدامي اتومز، بعد كده احنا بندور على الليجنت انتر اكشنز. زي ما احنا شايفين وصلنا للليجند انتر اكشن بتاع الليجند اللي احنا حددناه من الداتابيز، وباستخدام الليجند اللي موجود تحت بنقدر نحدد تايب اوف انتر اكشن اللي موجود. وطبعا نقدر نعمل سيفنج للورك بتاعنا في هيئة ايمج عشان نقدر نعمل لها برينتينج او بابليشينج في الجورنالز. وبكده احنا نكون خلصنا شغلنا في الجزء الـ how to create database using الـ MOE. وشكرا جدا لحسن استماعكم ومشاهدتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ولو في اي تعليق اعملوا كومنتس.